مرحبا، معكم إبراهيم زوغار من فولفولاي دوت كوم في هذا الدرس الجديد حول برنامج مايكروسوفت وورد، والذي سنرى فيه طريقة إضافة الصور لهذا البرنامج أو للملفات التي يتم العمل عليها على البرنامج. فأول شيء سأقوم به هو النقر هنا، ثم العودة إلى السطر، ثم سأذهب لإنسيرت وسأنقر على Pictures. فهنا سأبحث عن صورة، سأختار هذا الشعار الخاص بمدونة فولفولاي ثم Insert. الآن عندما تقوم بإضافة صورة للملف، هناك مجموعة من الخيارات للتحكم في كيفية ظهور هذه الصورة، وهذا هو أول ما سنقوم بشرحه. فلدينا هنا Position، يمكنك أن تختار البوزيشن التي تريدها، هناك مجموعة من الخيارات هنا. ثم لدينا هنا Wrap Text، لدينا Inline with Text. فبالنسبة لهذا الخيار يتم التعامل مع الصورة كأنها نص. لو نقرت هنا وعدت إلى الأعلى، ستشاهدون أن الصورة والخط يتواجدان على نفس الخط هنا، أي أن الصورة يتم التعامل معها على أنها خط. ثم سأنقر مرة أخرى على Wrap Text. لدينا هنا Square. Square يتم وضع مربع على الصورة بحيث يحيط بها النص، فدعونا أصغر صفحة. أينما ذهبت الصورة فهي يقوم النص بالإحاطة بها على شكل مربع كما تشاهدون. ولدينا خيارات أخرى هنا، لدينا thigh. هنا كما تشاهدون الفرق بين square و thigh، لاحظوا الفرق أو المساحة جانبي الصورة. بالنسبة للسكوير يتم وضع مربع بحيث أن النص لا يمكنه الدخول في هذا المربع، بينما بالنسبة للthigh فالنص يقترب لأقصى حد ممكن من المحيط الخاص بالصورة، خاصة إذا كانت صورة من نوع PNG، أي شفافة الخلفية. لدينا Through، هذا الخيار إذا كانت لديك صورة شفافة فالنص يمكنه أن يظهر حتى في هذا المكان هنا، يعني المكان الفارغ هنا. ثم لدينا Top and Bottom، يعني أن النص يكون في الأعلى وفي الأسفل، بحيث أنني إذا حولته إلى هنا دائما النص يكون في الأعلى والنص يكون في الأسفل. ثم لدينا هنا behind text، يعني الصورة تكون خلف النص، و in front of text بطبيعة الحال فوق النص. ثم لدينا edit wrap points إذا كنت تريد يعني الصورة، سيتم إضافة هذه النقط بحيث يمكنك أن تتحكم، مثلا إذا كنت تريد فقط لهذا الجزء أن يبتعد فيها النص. على أي لديكم مجموعة من الخيارات هنا التي يمكنكم استعمالها. فسنعود ل square. لدينا أمر آخر هنا، فدعونا نستعمل square هنا. لدينا move with text، أي أن الصورة تتحرك أو تتحول بتحول النص. فلنلاحظ ماذا سيحدث. مثلا لو جئت إلى هنا وأردت أن أضيف فقرة أو أي شيء آخر هنا، سأنقر هنا، فكما تشاهدون الصورة تتحرك مع النص عندما أنقر على زر Enter من لوحة المفاتيح، بينما لو اخترت نعدل الوراء، لو قمت باختيار هنا، طبعا لتحديد دائما الصورة وتعديلها يمكنكم تحديدها بهذا الشكل أو أن نقر عليها مرتين لإظهار فورمات هذه الإعدادات الخاصة بها، يعني يمكن أن نقرأ عليها مرتين. قلت هنا Wrap Text، لو اخترت هنا Fix Position on Page، يعني أن الصورة يتم وضعها في مكان محدد ولا تتحرك. ولو نقرت هنا ونزلت ستلاحظون أن النص ينزل لكن الصورة لم تتحرك من مكانها.
فمثل هذه الصور مثلا، إذا كانت لديك صورة مثلا عندما تقوم بالسيفي وتضع صورة هنا، يجب أن تختار لها، سأنقر مرتين، أن تختار هذا الخيار يعني fix position on page، بحيث أن الصورة عندما تقوم بوضعها في مكان محدد لا تتحرك مهما حدث في الملف. هذا فيما يخص طريقة ظهور الصورة مع النصوص. طبعا كما قلت يمكنك دائما تحركها إلى اليمين أو إلى اليسار هنا إلى غير ذلك. الأمر الثاني هو تصغير الصورة، يمكنك أن نقر عليها مرتين بحيث تنقر تسحب يعني هذا النقطة الموجودة هنا، تسحبها بهذا الشكل لتصغير الصورة. فقط لا تحاول سحب الصورة من هذين العنصرين في الوسط. لماذا؟ لأنه لو سحبت من هنا فيعني لا يتم احترام الطول والعرض، وبالتالي فجودة الصورة يمكن أن تتضرر بسبب يعني هذا التغيير من هنا. ثم لدينا بالنسبة للصورة يمكنك تحديدها وإضافة مجموعة من الأشكال، لكن دعونا نضيف صورة أخرى. فسأنقر هنا وأضيف، سنذهب مرة أخرى إلى Insert، ثم لديكم هنا Pictures و Online Pictures. فهذه الصورة هنا من الكمبيوتر أو من الحاسوب، يمكن أن نقوم بتحميل صورة من الإنترنت. سأنقر على هذه الصورة Online Pictures، ثم سنبحث مثلا على Learn Online. هنا بطبيعة الحال Creative Commons Online يعني الصور المجانية فقط، لكن نريد جميع الصور لا بأس. يعني مثلا لنأخذ هذه الصورة Insert، فسيتم تحميل الصورة وإضافتها للملف. الآن بالنسبة لهذه الصورة لدينا خيارات أخرى بجانب التي قمت بشرحها. مثلا لدينا هنا Group، يعني هنا مثلا Group لتحديد جزء من الصورة فقط. مثلا أريد أن أحافظ على هذا الجزء الموجود هنا، يمكن أن أسحب يعني هذه الخطوط بالأسود. الآن سيتم حذف هذا الجزء والحفاظ على هذا الجزء فقط. يمكنك أن نقر على Enter من لوحة المفاتيح وسيتم حذف هذا الجزء. فسنحاول أن نحدد بالنسبة لهذه الصورة، أن نقر مرتين، ثم سنحدد Top and Bottom لجعلها لوحدها فقط. ثم لدينا مجموعة من الخيارات الأخرى هنا بالنسبة ل Crop، يعني بالنسبة ل Crop ستنقر هنا، ثم Crop to Shape، يعني يمكنك أن تجعل هذه الصورة بأي من هذه الأشكال. دعونا نختار شكل مثلا هذا الشكل، بحيث يتم تعديل الصورة لتصبح بهذا الشكل. لكن للحصول على النتيجة السيئة يجب أن تكون الصورة بشكل مربع، فدعونا نجرب أي شكل آخر. Crop ثم Crop to Shape. سنختار مثلا هذا الشكل هنا، فكما تشاهدون الصورة أصبحت بهذا الشكل. ثم لدينا هنا Align. Align هي طريقة للتحكم في مكان الصورة، مثلا إذا كنت تريد وضعها في الوسط فلدينا هنا Align to Middle، يعني عموديا. فالصورة الآن تم وضعها في المركز بالضبط، ويمكن أن ننقر كذلك على Align هنا Center، وسيتم تحويل الصورة ل يعني المركز. بالنسبة لهذا الخيار فدعونا نذهب لصفحة جديدة، نضيف صفحة جديدة Control Enter من لوحة المفاتيح لننسخ هذه الصورة. فمثلا هذه الصورة أريد أن تكون في هنا في المركز الخاص بالصورة، فيمكن بطبيعة الحال أن أسحبها هنا. لكن بالنسبة للسحب بهذه الطريقة فأنا لست متأكدا إن كان هذا هو المركز، لأن بالسحب باليد لا تعرف بالضبط المساحة مثلا من هنا لهنا. لذلك ستنقر على مرتين على الصورة، ثم ستذهب لـ Align، ثم تختار هنا Align Center عموديا. دعونا نضعه هنا فقط أو هنا، شاهدوا الفرق. ثم Align Center
الآن تم وضعها في الوسط أفقيا، وهنا عموديا middle، وسيتم وضعها في المركز. يعني الآن هنا الصورة موجودة في منتصف يعني الصفحة عموديا وأفقيا كذلك. ثم لدينا مجموعة من الخيارات الأخرى، فدعونا نقوم فقط بتكبير الصورة هنا. لدينا مجموعة من الخيارات الأخرى، هنا remove background، إذا كنت تريد يعني لديك صورة تريد أن تحذف الخلفية لها. لدينا هنا corrections يعني لتصحيح الصورة، فشاهدوا يعني الفرق الذي يحدث هنا إذا كنت تريد تصحيح الألوان. ثم لدينا هنا color، يعني يمكنك أن تضيف مجموعة من effects، فلديك هنا more variation للمزيد من الخيارات الخاصة بالألوان مثلا بهذا الشكل. ثم artistic effects، مجموعة من المؤثرات يعني الطبابية إلى غير ذلك، يمكنك تطبيقها على الصورة كذلك مثلا هنا كما تشاهدون. شاهدوا ما يحدث للصورة. فلديكم مجموعة من الخيارات. transparency هي درجة الشفافية، يعني درجة الشفافية الخاصة بالصورة. لديكم مجموعة من الخيارات هنا إذا كنتم تريدون التحكم في transparency من 0 لـ100% كما تشاهدون هنا. ثم لدينا هنا compression picture. بالنسبة لل compression picture، فلنفترض أنك تقوم بإعداد ملف وتريد إرساله على الإنترنت. بطبيعة الحال إذا أضفت الكثير من الصور فحجم الملف سيكون كبير، خاصة إذا أضفت صور ذات جودة عالية. فهنا يمكنك أن تختار يعني الجودة الخاصة بالصورة، مثلا لدينا هنا print excellent quality on most prints and screens، هذه الجودة خاصة إذا كنت تريد طبع الملف على الورق. لدينا ويب، بالنسبة لي يعني ويب بيجز، إذا كنت تريد إضافة هذا الملف على صفحة HTML في موقع إلى غير ذلك. وهنا for sharing، بطبيعة الحال هذه إيميل مثلا تريد إرسالها في الإيميل. فما يحدث أن الوورد يقوم ب يعني التحكم في جودة الصورة لكي لا يكون الملف كبير. ف use default resolution لأننا نقوم فقط بالتجارب هنا على أي، إذا كنت تريد الطبع، إذا كنت تريد إضافة هذا الملف لموقع ويب، وإذا كنت تريد إرساله عبر إيميل إلى غير ذلك، فيمكنك أن تختار هذه الجودة هنا. ثم هنا from a file from online sources، بطبيعة الحال لإضافة صور، فهنا يمكنك تغيير يعني الصورة هنا كما تشاهدون، يعني change picture. هذه الصورة التي حددتها، يمكن أن أحدد صورة أخرى مثلا online sources، ويمكن أن أعوضها بصورة أخرى مثلا learn online، يعني يمكن أن أقوم بتعويضها بصورة أخرى. أريد جميع الصور وليس فقط المجانية، فيمكن أن تبحث عن أي صورة هنا مثلا هذه الصورة ثم insert، وسيتم تعويضها مع الحفاظ على نفس الشكل كما تشاهدون. ولديكم هنا يعني reset picture، يعني إذا كنت تريد حذف جميع التعديلات التي تم إضافتها للصورة. فلو نقرنا على هذه الصورة أو لنقوم بالتجربة على هذه الصورة الموجودة هنا، لو نقرت على هذا الزر سيتم إعادة الصورة لحالتها الطبيعية وحذف جميع التغييرات التي قمنا بها. فمثلا لو حددتها ثم أضفت إفكت إليها مثلا هذا الإفكت بهذا الشكل، الآن لو قمت بتحديدها ونقرت على reset سيتم حذف جميع التعديلات التي قمت بها على الصورة. فبالنسبة للصور لديكم مجموعة من الأعداد الأخرى هنا، مثلا هنا يمكنكم أن تضيفوا يعني مجموعة من الأشكال، مثلا تأثير المرآة هنا، الظل، إطار، إفكت ستريت دي هنا، هناك مجموعة من الخيارات. فعند إضافة شكل بهذا الشكل يعني يمكنك تغييرها من هنا، مثلا يمكنك إضافة خط محيط بالصورة، تختار اللون الذي تريده ثم تختار يعني حجم الخط، شاهدون بهذا الشكل، تختار كذلك يعني نوع الخط مثلا هذا الشكل
أو النقاط، ولحذف يعني هذا الخط المحيط بالصورة، يعني لخذف الخط المحيط بالصورة. يمكنكم النقر هنا ثم No Outline. كذلك هنا Picture Effect، فيمكنك اختيار جوان Effects 3D. يعني توجد الكثير من الخيارات التي يمكن إضافتها للصورة. لا تنسى أنه عند تطبيق أي إفكت هنا يمكنك التحكم فيه بالنقر على هذا السهم الصغير الموجود هنا. فطبقنا يعني هذا الـ Reflection، فيمكنك التحكم فيه هنا Size. شاهدوا التغييرات التي تحدث هنا، بلور درجة الضبابية، ديستنس يعني من الصورة المسافة مع الصورة، ثم هنا درجة الشفافية، فيمكن أن واضح جدا أو قليل الوضوح. ويمكنك أن تضيف يعني أشياء أخرى هنا مثل 3D Format أو Glow Soft Edges مثلا Shadow. يمكنك كذلك إضافة يعني الظل، Transparency تتحكم في درجة الضبابية، ثم Size، Angle يعني الزاوية، ثم لدينا هنا Distance المساحة بين الظل والصورة، ثم لدينا الشادو هنا. يمكنكم تطبيق جميع هذه التعديلات إن شئتم. فسنغلق هذه النافذة الخاصة بفورمات Picture. ثم لديكم هنا بالنسبة للروتيت، ف يعني لديكم مجموعة من الخيارات فليب فليب. وإذا كنت تريد المزيد من الخيارات هنا مثلا هنا روتيت بنسبة 5 مثلا أو 8، أوكي. وسيتم تدوير الصورة يعني بنسبة معينة. لدينا كذلك هنا يعني حجم الصورة يعني shape, height and width. فسأنقر هنا فقط، طبعا هل يمكن أن أقوم بتعديلها من هنا. كما تشاهدون كلما تغير الطول يتم تغيير كذلك العرض. نفس الشيء إذا غيرت العرض يتم تغيير الطول. لماذا؟ لأن يعني العرض مع الطول مترابطان. لكن يمكن أن نفك هذا الارتباط، سأنقر هنا ثم height, width, rotate. هنا بطبيعة الحال height لديكم هنا block aspect ratio، يعني أن الطول والعرض مترابطان. فسأحذف هذا الخيار، والآن لو قمت ب كما تشاهدون فيتم يعني تغيير الطول فقط بينما لا يتغير العرض بهذا الشكل. فيعني هذا الخيار يقوم ب التأثير سلبيا على جودة الصورة، لذلك من الأفضل دائما أن يكون Lock Aspect Ratio، يعني أن الطول والعرض يكونان مترابطان. فهذا قفل بطبيعة الحال، بحيث أنه إذا تمت زيادة الطول يتم زيادة إذا تمت زيادة الطول يتم زيادة العرض كذلك، والعكس صحيح. لدينا مجموعة من الخيارات الأخرى هنا مثل Bring Forward ثم Send Backward. فهذه الأمور سأشرحها عند يعني شرح Shapes، لأنها ستكون أكثر وضوحا عند شرح هذا الخيار الخاص ب Shapes، سأعود إليها. فدعونا نعود فقط للصورة هنا. طبعا دائما يمكنك النقر مرتين للعودة لفورمات. هناك أمر آخر أريد أن أشرحه لكم، فدعونا نعود للصورة الأولى. هذه الصورة سأنقر عليها لتحديدها، ثم سأذهب ل References وسأضيف Insert Caption. Insert Caption هي معلومة أو رابط للصورة لإعطاء مزيد من المعلومات حولها. فهنا بطبيعة الحال لدي Label، يمكن أن أختار أي شيء هنا مثلا Figure, Illustration, Table إلى غير ذلك. يمكن أن تنشئ يعني Label خاص بك من نقر هنا. ف
فدعونا نحذف أولا هذه دلة ليبل التي قمت بإنشائه. مثلا دون هذا التابل يمكن أن أنشئ نيو ليبل وسأسميه مثلا صورة. مثلا بالنسبة للصور سأسميه صورة، بالنسبة للجدول سأسميه جدول، وبالنسبة للمبيانات سأسميه مبيان. ثم أوكي. أوكي، فالآن هذه الصورة واحد. الآن لو نقرت مرة أخرى على هذا الخيار ثم references insert caption أوكي، فكما تشاهدون تمت إضافة صورة اثنان، يعني تمت إضافة صورة اثنان. لماذا تحتاج لمثل هذه الأمور؟ مثلا يمكن أن أنقر هنا وأضيف الإحالة والتي سنرى لاحقا كيفية إضافتها، بحيث سأنزل هنا للأسفل هنا وسأكتب صورة واحد في إحالة وأشرح معنى هذه الصورة. هناك استعمال كذلك مهم بالنسبة للصور، فدعونا نذهب لصفحة أخرى. أنا أنشأت فقط الكثير من الصفحات، Ctrl Enter من لوحة المفاتيح. أنا الآن في الصفحة 7. لنفترض كنت أتحدث عن شيء ما وذكرت صورة، يعني ذكرت صورة وذكرت شيء متعلق بالصورة واحد. فمثلا لنكتب أي شيء، شعر، مدونة، فورفلاي. ثم أريد أنظر الصورة رقم واحد. طبعا أنظر الصورة رقم واحد، أين توجد هذه الصورة؟ لا أدري. فبطبيعة الحال يمكن أن أضيف رابط هنا بحيث يمكن نقرأ عليه والذهاب للصورة رقم واحد. فمثلا أنظر الصورة رقم واحد، سأحددها ثم سأعود لي هوم، عفوا انسيرت. هنا بالنسبة لللينكس سأنقر هنا ثم أختار كروس ريفرنس. كروس ريفرنس بطبيعة الحال صورة، يمكنك أن تختار أي شيء هنا، فيجر تيبل بحسب المعطيات التي لديك. فأنا أريد صورة وسأختار صورة واحد أو صورة اثنان. أنا الآن أريد من هذا الشخص الذي يقرأ الملف أن يذهب للصورة واحد، فصورة واحد سأنقر على insert. أوكي، close، لنعد. أيدي هنا قمت بإضافتها مرتين، فسأعود فقط لمرة واحدة. فهنا كما تشاهدون الآن لدي رابط هنا لفتح رابط في يعني الـ current document في نفس الملف. يجب أن أنقر على control ثم كليك للنقر على هذا الرابط. فسأنقر على control ثم كليك وسأذهب مباشرة لهذه الصورة، يعني سيأخذني مباشرة لهذه الصورة التي توجد في يعني الصفحة واحد، بينما الرابط يوجد في الصفحة يعني رقم 7. يعني control ثم سأنقر على الرابط وسيأخذني مباشرة للصفحة التي توجد فيها الصورة لكي يشاهدها يعني هذا الشخص الذي طلبت منه أن يقوم بقراءة ما يوجد في هذه الصورة. هل تذكروا عند إضافة صورة فيمكنكم النقر عليها مرتين ثم يعني اختيار هذه الأشياء كلها التي شرحناها. فقط أحيانا عندما تقوم بإضافة صورة لملف وورد لا يمكن تحريكها إلا بعد إضافة أي من هذه الخيارات، يعني أضف أولا أي من هذه الخيارات وبعد ذلك يمكنك أن تقوم بتحرير الصورة. فأتمنى أن يكون هذا الدرس واضح. لديكم الكثير من الخيارات هنا يمكنكم التلاعب بها للحصول على ما تريدون، إضافة خط محيط، كراب، لديكم كذلك يعني هذا الشكل هنا بالنسبة للأشكال، كما قلت لكم بالنسبة للكراب تو شيب، بحيث يمكنك جعل الصورة في أي شكل تريده. فهذا كل ما يتعلق بإضافة الصور وتعديلها على مايكروسوفت وورد. لديكم كذلك اللاين، أداة مهمة اللي يعني تحكم في مكان الصورة. لدينا بعض الأمور هنا التي لم أشرحها، لكن أفضل أن أدعها حتى أقوم بشرح شيبس لتفهموا الأمر بشكل واضح. فأتمنى أن يكون هذا الدرس واضح. للمزيد من الدروس دائما لا تنسوا زيارة fullfly.com، وأراكم في الدرس القادم.